آية أخرى تقول خذوه فاحتلوا إلى سواء الجحيم إلى أن يقول ذق أنك أنت العزيز الحكيم. هذه كاف المخاطبة. هل مقصود هذه الآيات في النبي؟ أستسمحك عذر حجي وعد على هذه الإطالة. طيب تفضل من ألمانيا ثم الأخ عمار من ألمانيا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا فيك العافية يا شيخ وعد وانت وضيوف الكرام الذي عندك. الله يبارك فيك. أنا من ألمانيا، أنا سني، وكنت أتابع البرامج ودققت في أمور كثيرة لم أكن أعرف، من رزية الخبيث إلى حادثة سيدنا فاطمة الزهراء وهذه الأمور. ولكن الحمد لله. أنت أسمعني شيخ؟ نعم أسمعك. تمام. ودخلتني في هذه الأمور كثيرا من المذهب السني على ماذا يعتقدوا وماذا ظلموا ومظلومية آل البيت جميعا ومقتل سيدنا الحسين عليه السلام. ولكن عندي أنا بس مداخلة على السحر الذي فيه أفضل الصلاة والسلام. يقول إنه النبي مسحور، إنه هو مسحور يعني وهو معصوم يعني، فكيف ينسحر؟ أي شغلة؟ الشغلة الثانية، إذا كان الشيطان يهرب من عمر بن الخطاب، الله أكبر، إذا كان الشيطان يهرب من عمر بن الخطاب، فأنا عقلياً من أفضل بالنسبة للعقل؟ سأحسبها بالعقل لا بالدين ولا بالمذهب. عمر بن الخطاب صحابي كان، والرسول رسول برسالة من الله من رب العالمين، فأنا لا، عقلياً أفضل عمر بن الخطاب طبعاً. إذا الشيطان يهرب منه والرسول ينسحر والشيطان يأتي بالرسول، يعني الشيطان يتمكن من النبي فيسلط على عقل النبي ويسحره، ومن عمر أساسا ما يقترب، إذن عمر أفضل. هذا هو الكلام. فأنا أفضل أن أتبع عمر الخطاب بدل أن أتبع النبي، هذا بالعقل. فهذا كلام يعني غير منطقي، وكل الروايات تنفي هذا الحدث. وأنا الآن أتمنى أن أعتذر منكم على هذه الإطارة، ولكني لا أستطيع الكلام لأني والله إني من أبحث منذ 5 أشهر، وكنت معتم عن رزية الخميس ومظلومية سيدنا فاطمة الزهراء ومحاولة اغتيال النبي في تبوك، ولم أكن أعرف هذه الأمور، ولكني صدمت وصعقت بمعنى الكلمة، وعن الصحابة الذين حاولوا قتل النبي والأسماء. فأنا أريد من بركم هذا أن أعلن تشيعا. اللهم صل على محمد وآل محمد. صل محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. أقدر أعرف الاسم حتى لو تعطيني اسم، يعني حتى أقدر أعرف الاسم؟ أنا اسمي أبو الجود، ساكن في ألمانيا. أبو الجود. صلوا على محمد وآل محمد إخوانا. سبحان الله خير. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أيضا سأقول إليك سيد ليثم، الآن إلى قناعة تامة أنك الآن تعلن الشهادات الثلاث وتطلقها ويستمع الناس إليك، بعد أن وصلت إلى قناعة تامة؟ والله بقناعة تامة، وأنا الآن إذا متت أموت وأنا مرتاح وأقابل وجه كريم بنية صادقة. يا الله، كم قال لك تتابعنا؟ قلت 5 أشهر؟ 5 أشهر أتابع وأبحث في الكتب في البخاري، بحثت في يعني في كل شيء يتعلق برزية الخميس وغزوة تبوك
ومقدمية سيدنا فاطمة الزهراء ومقتل الحسين والأئمة أجمعين يعني كيف ماتوا وكيف من تسلط عليهم. فإذا كان كل شيء يعني مع آل بيت الرسول هلأ نحن نتحدث مثلا نقول الصحابي عمر بن الخطاب كذا عليه مثلا شغلة أو أبا بكر عليه كذا يقول وعلي عليه كذا فماذا دخل علي في هذه القصة؟ نحن نتحدث عن شغلة تقول الحسين يقول لك معاوية كذا ما نقول خلاص لماذا تجذبون لماذا نحكم عن صحابي تجذبون شخص مقابل له في من آل البيت؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. الله يفرح قلبك كما أفرحت قلب الزهراء عليه السلام. أسأل الله أن يحميك وعائلتك الكريمة وبارك الله بك. وهذه خطوة أنه رب العالمين الآن رب العالمين قرأت يسأل الشيخ كبير يقول إنه لماذا لم يذكر شيء من يعني لم يستطيع ذم الإمام علي في الكتب أو أن يجد له غلطة واحدة وأي شيء فقال يعني له إنهم لا يستطيعون إيجاد أي غلطة أو أي شيء على الإمام علي فلذلك ماذا فعلوا؟ وجدوا أشخاصا مقابلين للإمام علي كمعاوية أو يزيد أو أبا بكر أو عثمان هذا فيعظمونهم ويعطوهم ميزات تساوي الميزات التي عند الإمام علي. فلذلك لكي لا تدخل في الأمور وتتشعب لكي لا يقول إن مثلا فقط من آل البيت ولكن يوجد صحابة عندهم كرامات فقط نزل نقول إن آل البيت هذا هذا فهذا هو العقل التداخل في هذه الأمور. اللهم ربي وفقك ورحمة الله على والديك والحمد لله رب العالمين ونشكر الله تبارك وتعالى على هذه النعم. والآن خير ساقه الله تبارك وتعالى لكم وللسيد ميثم ولنا. فالآن الله. نعلن الشهادات الثلاثة. الآن السيد ميثم الله يحفظه يلقنك الشهادات الثلاثة. توكل سيدنا يا الله. ترى الآن السيد ميثم يعني إن شاء الله بكرة الصباح والآن قرب الحسين عليه السلام قرب مرقد الحسين سلام الله عليه. فإن شاء الله أيضا بكرة زيارة خاصة تكون لك من السيد الله يحفظه. تفضل سيدنا الحبيب. الله يحفظكم حجينا وحيا الله الأخ أبو الجود ومرحبا به. وأحب أن أقول له سبحان الله هذه المصادفة السعيدة إن شاء الله قبل يوم ولادة الإمام الجواد عليه السلام واليوم يتشيع الأخ أبو الجود. أسأل الله سبحانه وتعالى بحق الإمام الجواد أن يبارك بك وفي عائلتك الكريمة وأن يثبتك على ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. كلكم صلوا على محمد وآل محمد بالبث. اللهم صل على محمد وآل محمد. توكل على الله سيدنا. طيب أخونا أبو الجود ذا تسمعني يقول معي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأشهد أن عليا وفاطمة وأبناءهما المعصومين بالحق حجج الله. وأشهد أن عليا وفاطمة وأبناءهم المعصومين بالحق حجج الله. أواليهم وأبرأ إلى الله من أعدائهم. أواليهم وأبرأ إلى الله من أعدائهم. اللهم لا تفرق بيني وبينهم. اللهم لا تفرق بيني وبينهم. أي والله. طرفة عين في الدنيا ولا في الآخرة. طرفة عين في الدنيا ولا في الآخرة. بفضلك وببركة الصلاة على محمد وآل محمد. بفضلك وببركة الصلاة على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله على هذه محمد وآل محمد. الله يبارك فيك. اي والله هنيئا له. الله يبارك فيك مولانا حجي نينوى. الله يبارك فيكم اختنا. اختنا هذه اللحظات التي عند الاخ هي اللحظات التي كانت عندكم وستكون عند الاخرين. واخواني كلكم اذا 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 تسمعون كلامي كلكم يصلي ركعتين لله تبارك وتعالى ويهدي ثواب هاتين الركعتين إلى والدي الأخ رحمة الله على البطن اللي حملتهم، لأن أنا دائما أقول أنه الشجرة الطيبة لابد أن يكون ثمارها هذا الثمار الطيب. أسأل الله العلي العظيم أن يبارك له في أوقاته وأن يكون صوتا إن شاء الله يدعو إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله بالكلمة الطيبة وبالحسنة. وهؤلاء الأخوة اللي معنا تجدون مثل الأخت الآن حنان بعد فترة وذا بها تجد هي تناقش، مثل الأخ أبو فاطمة، الأخ أيضا جزاء الله خير الجزاء الآن سأل سؤال عقلي تجد أنه العقل متفتح، أنه كيف تقولون أن الشيطان يتسلط على النبي ويهرب من عمر بن الخطاب؟ هكذا أناس هم الذين يدخلون التشيع، لأنهم فكروا، لأنهم نقبوا، لأنهم سبروا الأدلة، بحثوا ووصلوا إلى القناعة التامة. الله يبارك بك أخونا ورحمة الله على والديك، وأسأل الله العلي العظيم أن تكون إن شاء الله صوت لنا بالدعاء في هذه الليلة. أنا أوصيك بالغسل، الله يبارك بك، أوصيك بالغسل، أنه طريقة الغسل أنه يكون الغسل أنه تصب الماء على الرأس ثم على الكتف الأيمن ثم الأيسر بكامل الجسد، وتصلي لله تبارك وتعالى، تودي ثواب الركعتين لله تبارك وتعالى شكرا على هذه النعمة التي أنعم الله تبارك وتعالى عليك. وبالله عليك أن ما تنساني وسيد ميثم وبكريم وكرمه من الدعاء، فنحن لدعائك أحوج. إي والله أقولها بصدق، نحن لدعائك أحوج، فاليوم أبواب السماء مفتحة لكم، جزاكم الله خير الجزاء. الله يرحم والديك مولانا. حجي انا عندي طلب لو سمحت. ايه ارجو من الاخ انه يدعي لصديقتي، هي على حافة الجنون من جراء كتب السنة والبخاري، يعني هي على حافة الجنون، نحن قاعدين لحد الان هي تدرس وتبحث في الشيعة، ان شاء الله يكون خير وان شاء الله تصعد عندكم وان شاء الله تتشيع. أنا نشكرك والله، أنا كل واحد شيء مفرح، يعني يحس إن إحنا مظلومين، كنا ما نعرفوش أهل البيت وكنا مخبين علينا برشا حوائج. الله يرحم والديكم ويثبتكم إن شاء الله. الله على وشك الجنون بسبب البخاري. الله يرحم هذه الدنيا. أبو عائشة يقول هذا البخاري لو قرأ على مجنون لا شيء لا يعني يشفى، هاي طلعت العكس. الله يبارك فيكم أخواني، الله يجزكم غير الجزاء. السلام عليكم. عليكم السلام.